بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأكورديون يا جماعة سبق إن إحنا اتكلمنا عنه قبل كده، وإن هو عبارة عن واحد من البلاجينز التولز الجميلة في الفاونديشن. بمنتهى البساطة هو بيديني طريقة لتجميع مجموعة من المحتويات داخل كونتينر واحد. جوه الكونتينر ده بيديني الابيليتي اني اروح من جزء لجزء، تمام؟ رايت، ما في مشاكل. لو حبينا نضرب مثال زي ده يا جماعه، ادي لينك واحد بضغط عليه بيبتدي يعرض لي محتوى، الزائد بتبقى ناقص، ده معناه انه ده المفتوح يعني. لو ضغط على لينك واحد مره تانية بيبتدي يتطوي وهكذا. ده يا جماعه الاكورديون، وده النتيجه اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نوصل لها في سيشن اليوم يا جماعه، تمام؟ طبعا السيريز ده كله بيلت اون جافا سكريبت ومكتباتها يا شباب. رايت، خلونا نرجع للكود تبعنا ونفضي كل حاجه باستثناء الجريد. انا شغال على سمول 6 كولومز عادي، انا مش شغال فليكسات ولا فليكس جريد، انا شغال على الجريد العاديه يا جماعه. تمام، اوكي. هبتدي علشان كالعاده شغلي كله في النافيجيشن يا جماعه مبني على اليو اي من الاخر كده، تمام؟ بس اللي بيحدد بالظبط انت شغال في ايه الكلاسات، تمام؟ رايت. طيب علشان تبتدي تدرس اكورديون محتاج ايه؟ محتاج حاجتين اتنين في اليو ال، تمام؟ محتاج كلاس، الكلاس ده اسمه ايه يا جماعه؟ اكزاكتلي اسمه اكورديون، اول حاجه كده. الحاجه الثانيه عباره عن ايه؟ عباره عن اتريبيوت. اسمها ايه الاتريبيوت ديت؟ داتا اكورديون. دي اول نقطه، متفقين يا جماعه؟ متفقين. لما نحب ندرج اكورديون محتاجين حاجتين اتنين جوه اليو ال، محتاجين خاصيه، محتاجين كلاس اسمه اكورديون وخاصيه اسمها داتا اكورديون. ممتاز خالص، جميل. طيب لو اخدت بالك من الاكورديون ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعه من الحاجات ديت، او عارف الحاجه ديت اللي بتتفتح دي اسمها بان، الوحده من دول في اسمها بان، يعني دولت عباره عن بان 2 3، كل واحده من دول اسمها بان. متفقين يا جماعه؟ متفقين. يبقى الكونتينر ده انا عملت الكونتينر اللي هو عباره عن اليو ال، الكونتينر ده فيه ايه؟ في مجموعه من البانز. الله يبارك لك يا رب. علشان تبتدي تدرج بان واحده واحده بس بتعمل ايه؟ ممتاز جدا، بتبتدي تدرج عنصر ال اي، والا انا عامل يو ال ليه؟ علشان ال اي، يبقى كل ال اي هتبقى مسؤوله عن بان معين، تمام كده؟ علشان من باب تنظيمك عايز تعمل اكتر من بان، يبقى راح تعمل اكتر من ال اي. متفقين؟ جميل خالص. طيب ال ال اي ده علشان يشتغل محتاج ايه؟ ال ال اي ده علشان يشتغل محتاج حاجتين اتنين، اولهم كلاس. الكلاس اسمه اكورديون ايتم، تمام؟ انت بتقول له اني جاي لك ايتم بس كده؟ لا، ومحتاج اتريبيوت اسمها داتا اكورديون ايتم. متفقين؟ جميل خالص كده. انا مهدت الحديث لاني انا بفتح بان، والبان ديت بقى هبتدي انا نتعامل معاها كده. انا عندي بان واحد، متفقين؟ يبقى علشان ابتدي ادرج بان جوه الكونتينر بتاعي محتاج ال اي، ال اي ديت محتاجه حاجتين اتنين، كلاس اسمه اكورديون ايتم واتريبيوت اسمها داتا اكورديون ايتم. متفقين؟ بعدين اديها نظره كده، البان نفسها اتسلف بتتكون من ايه؟ من حاجتين اتنين، اولهم العنوان اللي هو الكليكابل اللي بضغط عليه، وتاني حاجه الكونتنت نفسه اللي بيبتدي يتعرض. متفقين؟ جميل جدا. يبقى عندي نصين جوه البان دات، انا عندي حاجتين اتنين، العنوان اللي بيتضغط عليه ده بيتعمل ازاي؟ الله يبارك لك يا رب. طالما بيتضغط عليه يبقى انت محتاج وصمه الارتباط ايه؟ جميل جدا. وطالما وصم الارتباط ايه، يبقى المفروض تكتب الكلمه اللي راح نضغط عليها علشان توديني ل او تفتح لي البان بتاعه. جميل. طيب وصم الارتباط ايه ده؟ بيشتغل لوحده؟ لا طبعا. وصم الارتباط ايه ده؟ محتاج ايه؟ انت فهمتني، هو لازم يكون محتاج حاجتين اتنين، تمام؟ لكن انا مش المره دي مش هقول لك حاجتين اتنين، يعني هقول لك المره دي حاجه واحده بس، تمام؟ انت محتاج كلاس يا جماعه اسمه اكورديون تايتل، تمام؟ الدلالة ان انت ال اي ده
هياخد العنوان ده، متفقين؟ تمام خلاص ممتاز. طيب بعد العنوان في ايه؟ في الكونتنت. بالظبط كده، يبقى انت عايز الكونتنت، المحتوى بتاعك، المحتوى بتاعك صيغه زي ما انت عايز. انا في ابسط الاحوال المحتوى بتاعي مش هصعبه ولا اي حاجه، انا هخليه عباره عن ديفيجن بس، تمام؟ وديفيجن هكتب فيه كونتنت بسيط جدا، كونتنت نص يا جماعه باعتبارني، تمام اوكي. الكونتنت ده تمام كده، هو ده اللي عايز حاجتين اتنين، تمام. واحده من ضمنهم دايما بتكون عباره عن كلاس، والكلاس كالعاده اذا كان اللي فوق ده اكورديون تايتل، يبقى ده على ما اظن حضرتك استكشفت ده ممكن يكون ايه. ها ايه اكورديون ايه؟ ها كونتنت. الكلام تحس ان هو يعني عاميه، تحس انت بتكلم الجهاز يعني، تمام. اكورديون كونتنت، ومحتاج خاصية اسمها داتا تاب كونتنت، تمام. وبعدين الكونتنت اللي انت راح تظهره معاك، لو انا عملت كنترول اس المفروض يعني ما الاقيش غلطات، المفروض يعني. طيب هي يعني مش بتتفتح، يبقى في غلطة. طيب داتا تاب، نسيت حرف البي، ماشي ادي كنترول اس. اي كيورد ممكن يبهدل لك الدنيا طبعا، اي مس كونسبشن في اي كيورد، ذات الفكره تمام. طب انت عايز تدرج اكتر من عنصر عادي، ماشي معاك اكتر من الاي. انا قلت لك ان كل بان بيمثلها لي الاي، يعني انا عندي بان كده، عندي اثنين بان، وادي الثالث وادي الرابع كمان. انا مش مشكله، مش هغير في اللينكات، انا هسيبهم زي ما هو، انا بحاول اعمل بريفيو يا جماعه. فادي بان اثنين وثلاثه واربعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.